آثار القصف الهمج من طائرات الميج المقاتلة 16/10 معارض حرمة. آثار الدمار الناتج عن إلقاء الصواريخ. شوف لي حدا بالبيوت. ما يحدث في معارض حرمة الآن أكبر من أكبر وأعظم من أن يعلن أن يذاع خبر عاجل على قنوات العالم. نتعرض لإبادة جماعية. اللي لم يتحرك العالم الحر الآن لإنقاذ المدنيين ولإنقاذ هذا مسجد. حتى الحيوانات لم تسلم من قذائف بشار الأسد. يا الله حيوانات إرهابية. لنا موقف معكم أمام الله يا حكام العرب. أثار الخراب والدمار جراء القصف المروح. حتى بيوت الله